متابعينا الاوفياء، مرحبا بكم في حلقه جديده من برامجكم سولو الناس. تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، كيقوم بعض الناس بطقوس السحر والسعوده من خلال زياره مجموعه من الاضرحه والاولياء. اليوم خلينا نشوفوا المواطن المغربي شنو رايهم في الظاهره، نتبعوا ارائهم اجابتهم وراجع لكم ما تمشيو فين. انا رايي فيها بلي انا هادشي كلشي بدعه. عيد المولد النبوي هو يعني شيء من الايمان ديالنا، الانسان كيامن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذاك الشيء الاخر غير بدعه. يعني كاين بزاف بحال الاضحيه وهذا، علاش غاد الذبيحه؟ علاش غادي يذبحوا؟ علاش؟ شنو هو الاساس ديال هذيك الذبيحه؟ علاش داك الضريح؟ راه السيد مات ايها الناس، راه نورمالمون يمشي لا سميتو يعني ما يتزارش، يعني ما نمشوش نزوروه، يعني كأي الناس. هاد الناس اللي تيمشوا بحال الشيخ الكامل وتيمشوا لهاد الأضرحة أميين، يعني حنايا عندنا نقص ديال الإنسان التوعية، خص الإنسان بحال هاد الشيء يكون واعي، وحنا يكونوا إنسان يوعي للناس بأن هذاك الشيء راه ما كاينش، والإيمان راه إيمان بالله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. ما خصوش يكون هاد الشيء هذا، فهمتيني؟ يعني أصلاً بنادم ما كيآمنش بالله، غتلقى 70% ديال المغاربه كاملين غاديين هاد الشعواده، كل واحد سحر ليه سحر ليه، فهمتي؟ كلشي مضرر من هاد الشيء هذا. كاينين بعض الناس اللي كيزوروا هاد الشيء هذا، فهمتي؟ بزاف ديال الناس، ماشي بعض الناس، كلشي كاع المغرب طلابي الذبيحه وكلشي، فهمتيني؟ وبنادم خصو ينقص شويه من هاد الشيء هذا ويامن بالله، فهمتيني؟ الامل الله هو اللي غادي يسهل عليك، فهمتيني؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يسهل عليك، ماشي ذبح على قبل سيدي مولاي ولا ما عرفت شناهو، ولا طلب سيدي مولاي باش يقاد ليك، فهمتيني؟ وصل الناس انه الا بغى شي حاجه يمشي ديريك قصد الله، يمشي يصلي، يمشي فهمتي تقرب من الله، يصلي على الرسول شي 100 مره في النهار وغتقضى عليه حاجته، ماشي يحتاج جاي يذبح ذبيحه ولا ما عرفت شنو يدير، هذاك الشيء الكفر، فهمتي؟ بنادم كامل طلب هذا الشيء، انا اش نقول لك؟ هذا الشيء اللي كاين لا نهائيا. عبد العيد ميلود كاع ما خصو كاع، حتى عيد المولد النبوي فهمتي كنحتفلوا بالزياده ديال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما خصهمش يربطوهم بهذا الشيء ديال الذبيحه وهذا الشيء نهائيا. بنادم كلخ اصاحبي اش دير ليه؟ فهمتي؟ بنادم شنو كيمشي يدير؟ كيمشي يذبح باش يقضي حاجته، ما لا هادي راه لا 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 تصدق باش تعرف انت ياك. اللي غنقول لك هو انه هذاك نوع من انواع الجهل، فا اليوم الانسان باش يتفرغ لدراسه القران ويقرا شويه، لان العيد ماشي عيد، هو المولد النبوي، ذكرى المولد النبوي، فالانسان فاش يتفرغ شويه للقران ويصحح شحال من معلومه بحال هاد الحوايج ديال فيما يخص، فلا علاقه باش يمشي للعيشة ولا الشيخ الكامل ولا بحال هاد الحوايج، زعما اعتقادات، مجرد اعتقادات، هادشي اللي بغيت. ما خصهاش تكون يعني جهل، نوع من انواع الجهل، نوع من انواع الجهل. ما بغيت غير شي زعما شي حاجه تقنعني في القران بانه راه هذا وهذا. بيان سور خصهم يبعدوا من هذا الشيء، لان ما عنده حتى شي مفهوم في المنطق. هو كيقولوا الجن كاين، علاش يمشيو للعيشة وسير الله؟ الله هو اللي كيدير كل شيء. هادي بغات تجيب الشطه تمشي باش تزورها، راك شي ديال الله، ديال الله كتب لك الله شي حاجه كاينه، هي ما كتبكش الله ما وخا طير وتنزل، داكشي التعويض خايب. نمشي غير ما نكذبش، ما نسرقش، ما نفسدش، المهم نشوف شي ولد الناس اللي انا نمشي ندير باش نمشيو الناس ولد الناس، حتى باقيين ولد الناس ماشي ما كاينينش كاع. هادشي اللي كان ننصح الواحد ما يمشيش الشعواده وي لا الله ينجيني خوينا معمري، لا زرت ولا مشيت ولا كتب لي الله شي حاجه، يا ما كتبش الله الحمد لله ونشكره. الا المولد النبوي الشريف صلح لي وسلم كل شيء، كي مشيو للجوامع عيب، مشيو لذاك السيد عبد الهادي بن عيسى الله ايه الرسول صلح لي وسلم قال لك ذكرني وهذا وذكر الله وديك الشيء جهل. ما هادشي لا علاقه بالشيء اللي كنعيشوا دابا حنايا، يعني بنادم راه تطور الله سبحانه وتعالى شد بالله ماشي بداك الشيء. قلت لك الجهل ديالهم، افكار ديالهم رجعيه قديمه، كاين اللي تلقاه نيت باقي راه شاب وداك الشيء ومتبع ديك التقاليد ديال والدي وداك الشيء، الا ما مشاش ديك البلايص ما كيف والو عاد. مي راه داك الشيء ما خصوش يمشي نهائيا. استغفر الله، هذا راه ما كاينش العيد، راه يعني راه عيد راه يعني مات فيه وتزاد فيه، يعني لا علاقة بالاحتفال، حنا بعدا ما كنحتفلوش به.
ما خاصهمش يمشيو يزوروا وما خاصهمش يشوفوا السادات يعني يطلبوا يطلبوا الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء اللي كاين داكشي اللي كنا فيه ما بقاش دركا. كنا نزوروا كنا نمشيو للسادات وكنا نزوروا بعضياتنا وبالماكله وبالشراب وهادي دركا والو. ولاد اليوم متقفين وعارفين بينهم وبين الله بلا ما يبقاو شي حاجه اخرى ما مزياناش يوسوسوا روسهم يوسوسوا حياتهم يطلبوا الله سبحانه وتعالى هو اللي فوق منا صافي. من غير الله ما كاين والو. واه كل واحد واش كيقول في القضيه. كاين اللي كيقول لك هادشي تخربق وكاين اللي كيقول لك هادشي لا راه كاين زعما راه كاينين الجواد وكاينين الجنون وكاينين داكشي فهمتي. داكشي علاش الناس كيمشيو كيخسروا فلوسهم كيمشيو يزوروا كيبركوا بالسيمانه ولا 10 ايام و15 يوم وداكشي هما في مكناسه هما في مولاي ابراهيم هما في هنا هما هنا داكشي علاش. واه كل واحد واش كيقول. كاين اللي كيقول لك كتقدا وكاين كيقول لك لا انا كنشوف داكشي راه كيتقدا. كتمشي على شي غرض كيوقع وكيتقدا المسائل وكتقدا الامور وداكشي علاش. الا تقدا لي هذا الغرض راني غنجي في القيشه الفلان الفلانيه وغنجيب لكم المسائل ديالكم اللي هما كيكونوا الذبايح كيكونوا الذبايح كبار الذبايح صغار. وكل واحد على حسب شنو كيقلب. يعني ملي كتمشي شي وحده مثلا كتمشي باغا تجوز ولا هذا وكتمشي وكذا الامور ديالها كتقدا وكيتيسروا الامور راه كدير الواجب ديالك كتاديه. هذاك راه كيتسمى بحال عاطيه عهد ولا عاطيه وعد لشي واحد. يعني الا عطيتي غير الوعد لشي واحد راك كديرو كتخربق ليه الحساب وكتخربق لك كلشي. حيت كل بلاصه عندها الوقت ديالها. الزياره في الميلود راه حيت هذه هي الوقيته ديال هذاك الميلود تما فين كيقولوا راه كاين هاد الجن ولا كاين هاد الملك ولا كاين هاد الحاجه اللي غيدير لنا هاد الحاجه في هاد الوقيته خصوصا في مكناس في سيدي علي. المقام تما ديال الملوك كيمشي لتما يأدي الواجب ديالو كيمشي على شي غرض ومني كيسالي راه كيتقداري ومني كيرجع. مولاي ابراهيم شو عنده الوقت ديالو بوحدو عنده الموسم ديالو تا هو كيعمر وعندو الوقت ديالو بوحدو بحالو بحال شمهاروش بحالو بحال شمكروت بحالو بحال بحال شحال من حاجة. أنا لا أنا مكنبغيش نزور. أنا تابع الخدمة ديالو تابع قرايتي ما عنديش الوقت باش نمشي نزور ونتبع هادشي. هو راه ديما يعني لو في أي حاجة كنكون هو باغي شي غرض راه كيتقداري إلا أديت الواجب ديالو كما يجب. يعني بالقوام ديالو بالطقوس ديالو بكلشي ديالو. ملي كتمشي كتقول أنا جاي على واحد الغرض اللي هو هذا مثلا باغي نخدم باغي نتزوج باغي 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 ومن الامور ديالك كترجع كيبان لك واحد تحسن كاين واحد كتشوف واحد الملاحظات في داك الشيء راه كيتقادو هذا راه صافي ملي كتمشي المره الاخرى كتادي الواجب ديالك ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس غير تيديروا الاذكار وتيديروا الشيء ديال الرسول عليه الصلاه والسلام هادشي اللي خصهم يديروا. كاينين كيمشيو يزوروا كيديروا الشيء ديال الامداح في مكناس وفاس والذبيحه داكشي ما خصوش يدار هذاكشي. مولد النبوي عليه الصلاه والسلام غير حتى هادشي ديال الاعياد وداكشي ديال الحلاوي وداكشي كيمشيو يشريو للدراري وداكشي ما خصوش يدار. لا 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 حتى داكشي ما كيداش حتى داكشي ما خصوش يدار. مولد النبوي عليه الصلاه والسلام على الاذكار و لا 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 الاذكار على الاذكار صافي اللي كيديروا داكشي ما خصهمش يديروا. إذا المشاهدين الكرام كيف تابعنا فكل آراء أكدت في كلمة واحدة أن ممارسة طقوس السحر والسعودة تزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف ما هي إلا أحد مظاهر الجهل اللي لازم نتجنبوها. ثم بهكذا ما بقى لي غير نقول لكم حقنا وصلت نهايتها. تلقاو إن شاء الله في حلقة جديدة مع موضوع جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.